كل سنة وانتم طيبين. طبعا مش سامعيني هتسمعوا دلوقتي. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عيد التجلي، وكل سنة وانتم طيبين يوم الاثنين عيد إظهار جسد السيدة العذراء. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. النهضة الحلوة اللي الآباء بيجمعونا كده فيها ويدفونا بحضنهم الأبوي، وناخد بركتهم ونشوفهم ونتعلم منهم ونعيش كده هو في رحاب العذراء وشفاعتها وتذكرها وصلواتها، ومعها كل القديسين اللي هم تذكراتهم في هذا الشهر المبارك. كل سنة وانتم جميعا بخير. هحاول ما اطولش زي كل سنة، انا عارف هحاول صلوات أبو أبائي تسندني ما طولش السنة دي، عشان برضو يعني مش أصول يعني. باسم الآب والابن الروح القدس واحد أمين. تحل علامات وبركاته من الآن والآبد الأبين ودهت الدهرين كلها أمين. وعد النهاردة أحبائي موجود في سفر الرؤيا أصحاح 21 وعدد 4. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. الوعد ده نفسه أحبائي يتكرر برضو في سفر الرؤيا في حوالي 14 أصحاح قبل كده، في أصحاح 7 وعدد 17 يقول كده هو: ويمسح سيمسح الله كل دمعة من عيونهم. سيمسح الله كل دمعة من عيونهم. ربنا دينا احنا في عجالة صغيرة كده على قد ما نقدر نتكلم الأول على وعود ربنا قبل ما نخش في تفاصيل وعد بتاع النهاردة. ربنا بيدينا أحبائي باستمرار وعود غالية جدا. الكتاب المقدس مليان وعود من ربنا، ومواعيد ربنا دي أحبائي ليها صفات معينة. وعود ربنا دي غالية جدا لأنها وعود منه هو. لو واحد ليه مركز كبير ووعدني بحاجة، الواحد ده هو يبقى ليه معنى وليه ثقل. أما لما ربنا هو اللي وعدني يبقى أكيد 100% وعد هذا الإله المحب أكيد مواعيد ووعود قوية. معلمنا القديس بطرس الرسول وصف مواعيد ربنا وصفين اثنين، يقول كده هو: المواعيد العظمى والثمينة. العظمى والثمينة، مواعيد عظيمة لنا من إله عظيم، وثمينة لنا من الله. عظمى وثمينة، عشان كده يا بخت الإنسان اللي يعيش وعود ربنا، يعيش وعود عظيمة وثمينة. عظيمة من الله العظيم، وثمينة لأنها من الله خالق الكل ومدبر حياة الجميع. أيضا لأن الوعود دي يا أحبائي ربنا ادهلنا من غير حساب، من غير حساب. ما قاليش كده هو عايز قديه وعود، لا أبدا. وعود مفتوحة في كل مناسبات حياتنا، في أي وقت الإنسان يمر بأي ظرف من الظروف يلاقي أن الوعود دي موجودة بكثرة جدا من غير حساب، عاملة زي بنك سماوي كده. أي وقت تحب تسحب من البنك السماوي ده هتلاقي البنك ده مفتوح وفيه وعود موجودة، زي منجم إلهي موجود. المنجم ده هو تنزل في الأعماق، وكل ما تنزل في الأعماق تلاقي فيه خير كتير في المنجم. هكذا أيضا وعود الله أحبائي. موعد ربنا دي في كل ظروف الحياة ولكل إنسان. طب قد إيه يا رب تدينا الوعود دي؟ برضو يعبر عنها معلمنا بولس الرسول يقول: يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه والمجد في المسيح يسوع. غنى ربنا ده قد إيه يا حبايبي؟ كتير قليل؟ مش محدود. يبقى حسب غناه، لما بيدينا بيدينا حسب غناه هو، مش حسب اللي احنا عايزينه، أكثر مما نستحق، أكثر مما نطلب، لأنه بيدينا حسب غناه، حسب غناه. وربنا كريم قوي،
ربنا كريم خالص 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 يعني، وعوده حسب غناه وحسب مجده. وما أعظم غناه يا حبائي، وما أبهى مجده، بقياس العطاء حتى يملأ احتياجكم، حتى تقولوا إيه؟ كفانا كفانا، حتى تقولوا كفانا كفانا. يفضل يدي الغاب تقول كفاية كفاية يا رب، ده انت اديتني كتير قوي. في ناس كتير على فكرة كده، يقول لي يا ابونا ده ربنا اداني كتير قوي، انا ما طلبتش ده كله، لان ربنا كريم. ربنا كريم حلو، العطايا بتاعته والمواعيد بتاعته هي حسب غناه هو. لما اعطانا المواعيد، احط الميكروفون مش قادر اشيل، معلش حلوني بقى كده، سامعني؟ هزعق لا يعني اعلي صوتي، مش هزعق انا زعق في حد. لما ربنا أعطانا المواعيد يا أحبائي، إداها لنا من أجل محبته، مش عشان إحنا نطلب، لأن هو بيدينا حتى قبل ما نسأل وأكثر مما نسأل، بيدينا كتير قوي من أجل محبته. ومحبته غير محدودة وغير مشروطة، ليها شروط وليها أحجام زي ما أنت عايز. حبينا لغاية إيه؟ حتى الموت، موت الصليب. حبينا خالص على الآخر، على الآخر لما ادانا مواعيده ادهلنا من أجل محبته. يقول لنا كده، هو الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ اللي صعد على الصليب وبذل ذاته على الصليب وبذل دمه على الصليب، لو طلبنا أي حاجة ما ادهلناش ولا ادهلنا؟ اللي ادى حياته ممكن يدينا أكتر من كده ولا مديناش؟ يدينا، ده ادانا حياته كلها. عشان كده أحبائي، مواعيده من أجل محبته، من أجل محبته لينا، من أجل محبته لينا عايزنا في شركة معاه، عايزنا في شركة معاه. يعني إيه في شركة معاه؟ يقول لنا كده معلمنا بطرس الرسول، قد وهب لنا المواعيد العظمى الثمينة لكي تصيروا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم. مش عايزنا نبقى مختلطين بفساد العالم، زي ما علمنا البابا شنودة، نعيش في العالم لكن العالم ما يعيش فينا، هاربين من الفساد اللي في العالم. عشان كده مدينا المواعيد العظمى الثمينة دي، ليه؟ عشان نكون شركاء معاه في ايه؟ في ايه؟ في الطبيعة اللي هي نبقى آلهة؟ لا 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 لا، مش آلهة، حاشا طبعا. شركاء معاه في البر، في الطهارة، في النقاوة، في القداسة، شركاء معاه. أنتم الذين اعتمدتم المسيح قد لبستم المسيح، لبستم بر المسيح، بنشترك معه في الحتة دي. زي ما هو بر احنا أبرار، لأن بنطلع من المعودية على صورة موسى مرة تاني. زي ما هو قدوس احنا قديسين، عشان كده يصرخ أبونا يقول قدسات للقديسين. مين القديسين؟ حضراتكم اللي هتتقدموا للتناول، حضراتكم القدسات للقديسين. يبقى إذن المواعيد العظمى الثمينة دي عشان نصير شركاء معاه في البر وفي القداسة. هو نفسه قال كده، كل قديسين كما أني أنا قدوس. مواعيد الله أحبائي مضمونة وأكيدة، مضمونة وأكيدة، لأن الله هو بنفسه اللي بيدي الضمان. الله هو الضامن، مش محتاج لحد يضمنه. لما ربنا يقول كلمة هي الكلمة، يقول كن فيكون، يقول كده هو معلمنا بولس الرسول، قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. هو نفسه، لو واحد كده هو، أنا لو ما أحب حد يحب يمضي ورقة ولا حاجة، بيدور على إيه؟ جاستس أوف ذا بيس، مدير بنك، مش عارف إيه، مش عارف إيه. لكن لا، ده الضامن، ده مش حاجة من دول، ده الضامن هو ربنا نفسه، هو الضامن. قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. وطبعا الله لما يوعد يوفي الوعد ولا يرجع فيه؟ مش ممكن يرجع فيه أبدا. يقول كده هو أشعياء كده، سوري، سفر العدد، يقول لنا ليس الله إنسانا فيكذب. الإنسان مجدم،
طبعا مش محدش مننا بيكذب، انا متاكد من دي طبعا، لكن اي حد تاني بره ممكن يعمل ايه؟ يكذب، مش كده؟ لكن ربنا مش ممكن، مش ممكن ابدا. ليس الله انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيندم. ما يجيش يوعدك يقول لك الله لا لا انت وعدت، يقول لك لا انا وعدت بس مش هعمل. مش ممكن، ما دام وعد يبقى هينفذ. يبقى هو ليس انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيندم. هل يقول ولا يفعل؟ مش ممكن طبعا، مش ممكن ابدا. هل يتكلم ولا يفي؟ مش ممكن طبعا. كل ده موجود في حيازه ضمان الله وتاكيد مواعيد الله مضمونه احبائي، لان امين الله امين وصادق، يعني هو الضامن، وكفايه ان هو الضامن هو ربنا، مفيش احسن من كده. وايضا مواعيد الله دي مضمونه لان الله امين وصادق، امين وصادق. يقول كده في سفر الرؤيا، الملاك بيقول لي كلم يوحنا للحبيب في سفر الرؤيا، وبعد ما شاف كل الاوصاف اللي في السماء والاقوال والتسبيح والملائكه والشربين والسرافين والاربعه مخلوقات والاربعه وعشرين قسيس، كل ما شاف الحاجات دي كلها، وبعدين في الاخر خالص بعد ما يوصف له ويفرجه على كل ده، هو يقول له هذه الاقوال امينه وصادقه. اللي انت شوفه ده هو حاجه امينه وصادقه، ده هتحصل في الابديه، هتحصل مسح الدموع ده هيحصل، واللي انت شفته في الملائكه والشربين هيحصل، كل ده هو هذه الاقوال امينه وصادقه. الله في محبته احبائي الشديده للانسان ادى مواعيد عربون محبته للانسان. ما بيقولش انا بحبكم وخلاص، لكن بحبكم عشان كده بديكم مواعيد، والمواعيد ما بديها انا بنفذها، بديكم مواعيد وبنفذها ايضا. يجد هو في اشياء يقول لنا ايه؟ هل تنسى المراه رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا، وانا من يكمل لا انساك. ده ايه ده؟ وعد، وعد مش ممكن ابدا. طب ده ليه يا رب؟ عشان بحبكم. انساكم ازاي؟ انا بحبكم. في حد يحب واحد وينساه؟ مش ممكن. ده يجي يقول ده طول الليل انا بفكر فيك يا فلان، انا بحبك، انا كنت قلقان عليك عشان ما سمعتش منك بقالي مش عارف قد ايه. ليه ده كله؟ عشان في محبه. يقول لك انا لا انساك. هو ده على كف ايه؟ ناقشتكم يا وخلوا بالكم احبائي، ما قالش حطيت لكم على كف، يعني ممكن على محطوط على الكف ممكن اقع، لكن ناقشتكم تاتو بالابر. يا رب تستحمل ده كله عشان انقشكم على كف، عشان ما حدش يفلت مني، ما حدش يقع مني. وبعدين يكمل ايه؟ هو ده كف ناقشتكم اسوارك امامي دائما. يعني ايه اسوارك امامي دائما؟ تخيلوا معايا كده الانسان وحواليه اسوار كده بتحميه. ربنا بيقول لي كده الوعد كده، بيقول لي خلي بالك، خلي بالك، حتى الاسوار اللي بتحميك دي قدامي انا شايفها، انا اللي حارسها، حارس اسوار حراستي. واخدين بالكم الحته دي؟ حارس ايه؟ اسوار حراستي. انا لما اكون حاطط اسرار كده، اسوار حواليا، هو حارس الاسرار دي، هو اللي حارسها. ازاي ننال مواعيد الله احبائي؟ ازاي؟ بسيطة خالص على فكرة. أول حاجة نقدر ننال مواعيد الله حبائي بالإيمان، بالإيمان. الإيمان عامل زي الإيد اللي بتسحب كده من رصيد وعود الله. الإيمان هي الإيد اللي بتسحب من رصيد مواعيد الله. من غير الإيمان ما نقدرش أقدر نحصل على المواعيد. بصوا كده معلمنا بولس الرسول يقول آية صريحة على الحتة دي، يعطى الموعد من الإيمان. يعطى مبني المجهول، الموعد من الإيمان، من الإيمان بيسوع المسيح للذين يؤمنون. يعطى الموعد، أقولها تاني بشويش، معايا؟ معايا؟ حد حتى هز راسه ولا أي حاجة؟ يعطى الإيمان، يعطى الموعد من الإيمان بيسوع المسيح للذين يؤمنون. الموعد يعطى لمين؟ اللي يؤمن. اللي ما يؤمنش خلاص ما بيؤمنش، كويس. بيتكلم أيضا في الأصحاح المشهور أصحاح الإيمان، حد فاكر أصحاح كام ده؟ عبرانيين كام؟ 11، أصحاح
11 في سفر العبرانيين. صحابة الشهود مالهم؟ الذين بالإيمان نالوا مواعيد. بالإيمان نالوا مواعيد. طب وإيه رأيكم في جبل مقطم؟ اتنقل بإيه؟ بالإيمان. بالإيمان. هذه من الحاجات الحديثة. نمرة 2، نقدر ننال مواعيد أحبائي بالطاعة. يا ريت نتعلم أحبائي ما نناقش مواعيد ربنا، وما نحطش كده تصرفات ربنا وإرادته في حياتنا موضع أسئلة. ليه كده؟ وعملت كده ليه؟ وشمعنا أنا؟ وليه في فيروس؟ وليه في غلا في البلد؟ وليه في حرائق؟ وليه في فيضانات؟ وليه 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 وليه؟ كأن ربنا مستني حد يقول له أنت بتعمل كده ليه؟ مين فينا مشيرا لله؟ مين فينا يشاور على ربنا يعمل إيه؟ محدش. تاخد المواعيد وتقبلها وتعيشها، أو أنت فرحان بيها بالطاعة والخضوع لمواعيده. بالطاعة والخضوع، ما تنقش مواعيد ربنا. يقول لنا كده معلم قديس أشعياء النبي، يقول لنا إن شئتم وسمعتم تأكلون خيرات الأرض. لو شئتم، لو أردتم أنتوا يعني وسمعتوا مواعيدي، يبقى خير الأرض بتاعكم كله. يعني حتى في الأرض في لنا مواعيد، هنعيش مستريحين، نعيش فرحانين، نعيش في سلام. إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض. ما تخش في مناقشات أبدا، ليه يا رب بتعمل كده وكده وكده. الإجابة على الحتة دي يا أحبائي آية بسيطة حلوة خالص خالص، موجودة في أشعياء برضو. ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. أقولها تاني، آية حلوة قوي، أحبها قوي الآية دي. ليتك أصغيت لوصاياي، ياريتك قبلت وصيتي، ياريتك أمنت بمواعيدي، ياريتك وثقت في مواعيدي. طب إيه النتيجة يا رب؟ كان هيبقى سلامك زي النهر. النهر ده عمل إيه؟ بيجري كده وحلو ونقي ومية صافية وجميل وحلو. كانت تبقى حياتك بالطريقة دي. ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. تالت حاجة ننال بيها المواعيد أحبائي بالصلاة. سيد المسيح قالها صريحة وواضحة، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. يبقى عايز أنال مواعيد من ربنا، أصلي من أجل هذه المواعيد. يا رب أوعدني بكذا، أنا عايز كذا، اديني كذا. يقول لك حاضر، بس طول بالك علي. لما يتأخر ما تقولش ده ربنا سنسيني، أوعى أبدا. ربنا ما احنا اتفقنا من شوية قلنا إيه؟ إنه مش ممكن ينساك. يبقى مش بينساك، بس هديلك امتى؟ في الوقت المناسب. الوقت المناسب من وجهة نظره هو، مش من وجهة نظرنا احنا ابدا. لان احنا عايزين نطلب الحاجة النهاردة وناخدها امبارح، ما تنفعش، ما تنفعش ابدا. حسب وقت اللي شايفه ربنا. يقول كده هو اطلبوا تجدوا، اطلبوا الرب ما دام يوجد. مدام ربنا، هل ربنا موجود ولا مش موجود؟ يبقى نطلبه. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب. قريب منك مش بعيد. لما تكلم واحد مثلا تقول لو عايز حاجة أنا just one phone call away. ربنا قال يعني أصر من كده المسافة خالص. ربنا تخش أوضتك وتركع قدامه، خلاص أنت بيتوقف قدامه وقدامه وعيده. ما تستصعبش الحكاية، ما تقولش لسه هصلي، لسه هروح الكنيسة، لسه هقفل الشباك، مش عارف لسه ايه. لا، ما تستصعبش ابدا. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب. رابع حاجة ننال بيها المواعيد احبائي الصبر. كلنا بنحتاج، وانا اولكم على فكرة، انا اولكم بنحتاج الصبر جدا في هذه الأيام الصعبة، صح؟ كلنا، كلنا، مفيش حاجة بتتم في وقتها. زمان كان ممكن، لكن دلوقتي الحكاية بقت صعبة شوي، محتاجين للصبر. الصبر مع ربنا، والصبر مع مواعيده، والصبر أيضا في الحياة العامة، محتاجين للصبر كده، محتاجين.
انتظر ربنا بصبر ومن غير قلق، لأنه هيعطيك، لكن هيديك في الوقت المناسب. وبعدين معلمنا بولس الرسول قال لنا آية كأنه عايش معنا في القرن 21 دلوقتي، قال لنا آية عجيبة قوي على الصبر: لأنكم تحتاجون إلى الصبر. بولس الرسول بيقول كده، مش أنا، بولس الرسول: لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد، يبقى تحتاجون إلى الصبر. لو أنت قلقت يمكن ربنا يحب يدربك شوية، يستنى عليك شوية عشان يعلمك الصبر، لأن الصبر مهم خالص. الصبر معاه هو، لأنه صبور معك. أنا لما بخطي وبزعل، بزعل ربنا، بيصبر علي ولا لأ؟ بيصبر علي، بيصبر علي، ولا بيعاقبني؟ ما بيعاقبنيش، بيستنى علي. طب أصبر لما أنت تطلب منه حاجة كمان، أصبر، لأن طبيعته صبور. عشان كده بيقولك أنتم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. لما تخضع لمشيئة ربنا تنال الموعد. وبعدين في مزمور مشهور كلنا عارفينه في الإجبية: انتظر الرب ليتقوى ولا يشدد قلبك، وانتظر الرب. كلمتين اتنين اتكرروا، انتظر الرب في آية واحدة، وفي وسطهم ايه؟ لتقوى قلبك ولا تشدد قلبك، وانتظر الرب. انتظر الرب، وصي منه، انتظر يا حبيبي، طول بالك، طول بالك. بصوا حبيبي، لو التزمنا بالطاعة، عدوا معايا: الطاعة والإيمان والصلاة والصبر، ننال مواعيد الله. نقولهم تاني: الطاعة، الإيمان، الصلاة، الصبر، هتنال مواعيد الله بلا شك، لأن الله هو هو ثابت ودائم، هو هو أمس واليوم والأبد. ويقول كده هو المزمور: كلمة الله ثابتة إلى الأبد. ويقول الكتاب: الله لا يتباطأ في وعوده. طب ما ليه بيستنى؟ ليه بيتأخر؟ في لغتنا احنا بيتأخر، لكن هو بيتأخر، لكنه يتأنى علينا، بيتأنى علينا. ما ممكن جدا يطلب نفسي دلوقتي، لكن بيستنى شوية. ليه؟ عشان بيديني فرصة. يبقى لما اطلب منه استنى عليه. خلاص الجزء ده من الكلام ستور، نحطه كده في الكمبيوتر، انا ما بفهمش فيه حاجة طبعا. ننقل على كلام عن الدموع، نخش في الكلام الجد بقى. دموع الإنسان أحبائي ليها أسباب كتيرة، دموع الإنسان ليها أسباب كتيرة. هنتكلم عن بعضها النهاردة، ونعرف معناها، ونعرف مدى غلوتها عند ربنا. دموعك دي غالية قوي، زي ما هنشوف دلوقتي، دموعك ودموعي ودموعك غالية جدا عند ربنا، غالية قوي، ما تتخيلوش. عشان كده النهاردة ربنا يدينا نتكلم عن بعض الأنواع الدموع دي. المرة الأولانية اللي اتكلم فيها كتاب مقدس عن الآية دي بالذات: يمسح الله كل دمعة، زي ما قلنا في رؤية 21 وفي رؤية 17، نفس الآية مكتوبة كده: يمسح الله كل دمعة من عيونهم. ولما رأى القديس يوحنا الحبيب في الرؤية جمع كتير جدا، دي في رؤية سبعة، وما قدرش يعده من كل الأمم، من كل القبائل، من كل اللسان، من كل حتة، كل لون، أسمر وأبيض وقصير وطويل وقصير وتخين ورفاع، كل الأمم، كل القبائل. ودي إشارة إلى كنيسة العهد الجديدة أحبائي، اللي بتجمع كل الناس من كل شعب ومن كل جنس ومن كل قبيلة ومن كل لسان. واقفين قدام العرش، أدي نمرة واحد، خلوا بالكم معايا، دلوقتي بنتكلم عن الآية اللي في رؤية 7:17: يمسح الله كل دمعة من عيونهم. واقفين قدام العرش، قدام الله، نمرة واحد. نمرة اتنين: لابسين تياب بيضة، ودي رمز النقاء والطهارة. نمرة تلاتة: في ايديهم ساعة في النخيل،
نمر أربعة بيصرخوا ويسبحوا بصوت عظيم. وبعدين الملاك قال يوحنا، قال له إيه؟ عارف دول جايين منين يا يوحنا؟ قال له منين؟ قال له هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة. إحنا هنا في الضيقة العظيمة، هي دي الضيقة العظيمة اللي إحنا فيها، العالم اللي إحنا فيه. في حد منكم مش في ضيقة؟ يرفع إيده. ولا واحد؟ يبقى إذن هي دي الضيقة العظيمة فعلا زي ما وصفنا الملاك. عشان كده إحنا طالعين من الأرض ودمعتنا على خدنا. عشان كده جت الآية يمسح الله كل دمع من عينهم. ربنا ما يهونش عليه أبدا يشوفنا بندمع ويسيبنا. هيمسح دموعنا زي ما نعرف دلوقتي ليه هو اللي بيمسح دموعنا. هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة طالعين من العالم ودموعهم على خدهم، بالرغم من دموعهم على خدهم لكن بيسبحوا وهم فرحانين. ليه؟ لأنهم خلصوا من الضيقة العظيمة، طلعوا من الضيقة العظيمة. الأمور الأولى قد مضت، الحاجات الأولانية اللي سابوها في الأرض خلاص طلعوا منها. عشان كده هنا ده سبب مسح الله لدموعنا، لأن احنا وصلنا خلاص. دول الكنيسة المنتصرة، واحنا هنا لسه بندمع، واحنا هنا لسه بنعيط، لسه واحنا هنا لسه دينا دموع. لكن لما نروح هناك هنلاقي اللي يستقبلنا وأول حاجة يعملها يعملنا إيه؟ يمسح دموعنا زي ما قال في رؤية 7. خلوا بالكم إن هو لما اتكلم قال يمسح الله كل دمعة، كل دمعة، ما قالش يمسح الدموع، لكن كل دمعة. الله بنفسه يمسح كل دمعة، هو بنفسه كل دمعة، ما بيجيش كده بحتة تشو ولا منديل ويعمل كده وخلاص، لا لا، ده كل دمعة نازلة يمسحها واحدة واحدة، لأن كل دمعة دي غالية، غالية جدا عنده. هنعرف دلوقتي ازاي بيتعامل معاها ربنا. كل دمعة، عشان كده بيمسح كل دمعة مش الدموع كلها، دموع غالية عليه خالص. معقولة أنت يا رب تمسحها بنفسك؟ ده أنت عندك ربوات من الملائكة، عشرات آلاف، وعندك ملائكة ورؤساء ملائكة، وعندك أنبياء، وعندك قديسين، وعندك شهداء. طب ما كل واحد ولا كل مجموعة يمسحوا كده دموع حد من دول؟ لأ لأ. سفر التكوين أحبائي يحكي لنا عن موقف الله من نوح. فاكرين نوح بنى إيه ده؟ نوح بنى إيه؟ فلك. وبعد ما بنى الفلك كل اللي دخلوا الفلك، دخلوا الفلك سواء ولاده وزوجات ولاده وزوجته هو، وحتى باقي الكائنات الحية اللي هي الطيور والحيوانات وكل حاجة، كل الوحوش وكله كله كله. يقول الكتاب، بيقرأ لكم بالنص الكتاب قبل، يقول دخل نوح وسام ويافس. مين سام ويافس؟ وحام ويافس ولاد نوح، كويس، وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه إلى الفلك، كويس. وبعدين ومن كل ذي جسد كما أمره الله، كل طائر وكل حيوان وكل وحش وكل كل دخل. بصوا الكلمتين اللي جايين دول في الآية، هقول لكم على الشاهد دي عشان تعرفوها. وأغلق الرب عليهم. مين اللي أغلق؟ هو بنفسه. ده مين اللي بنى الفلك؟ نوح. يعني عارفه باب باب، ومفصلة مفصلة، وشباك شباك، ومسمار مسمار، وقفل قفل، كل عارف كل حاجة. طب يا رب ما سيبني أقفل؟ لا لا، ما استأمنش حد يقفل على أولادي، أنا اللي أطمن عليهم وأقفل بنفسي. عشان كده هو اللي يمسح كل دمعة بنفسه، ما حدش تاني. أبعت مين يمسح دموعكم؟ مش ممكن، أنا اللي أمسح دموعكم. موجودة الحكاية دي في تكوين 7 على فكرة، اللي يحب يراجعها. هو اللي يمسح كل دمعة من عيوننا أحبائي، زي ما حب يطمن على سلامة نوح وولاده وزوجات ولاده وزوجته وكل الكائنات الحية. هو أيضا يحب يقفل الباب ويحب يمسح الدموع من عينه. دي المرة الأولى اللي ذكر فيها حكاية الله يمسح كل دمعة من عيوننا. المرة الثانية اللي هي في رؤية 21:4 اللي هي موضوع الليلة دي،
سيمسح الله كل دمع من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. هنا بقى في الشاهد ده هو في رؤية 21 ذكر بعض التفاصيل، ليه فيه دموع وليه بيمسح الدموع. قال لأن لا يكون حزن، ما فيش حزن فوق ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. ما فيش أبدا الأمور اللي هي بتخلي الناس تبكي وتطلع دموعها على خدها، ما فيش سبب للدموع أبدا، ولا البكاء ولا الصراخ ولا أي نوع من الألام اللي بتسبب الدموع، ما فيش أبدا، لأن هناك في سماء جديدة وفي أرض جديدة، مسكن الله مع الناس. إزاي بقى الناس هتكون مع ربنا ويبقى فيه دموع في عينهم؟ مش ممكن. اللي مع ربنا يبقى فرحان، ده هو احنا على الأرض ادانا وعد، قال إيه؟ أراكم فتيه تفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. إذا كان في الأرض وعد بالفرح ده هو، كم وكم لما نوصل السماء أكيد يبقى ما فيش دموع ولا حزن ولا صراخ ولا بكاء، لأنه هو بإيده مسح كل دمعة من عينين. وخلوا بالكم من هنا، هو كلمة مسكن الله دي، مسكن الله معناها في استقرار، الله ساكن معانا، خدنا جنبه قعدنا حواليه، فهو المكان اللي هو فيه هو معانا، وعشان كده في استقرار، هو قاعد واحنا حواليه، في استقرار، في ارتباط بين الله والناس، ارتباط. لما تروح السماء ان شاء الله، لما يجي يختطفنا السيد المسيح، قاعدين معاه كده اولاد حوالين ابوهم، اي فرح ده؟ متخيلين معانا؟ متخيلين معايا؟ ده احنا لما يكون في ايقونه حلوه كده للسيد المسيح بنحطها في الاوضه في احسن مكان في البيت، ولا احسن مكان في الكنيسه، وتقول في الرايحه وفي الجايه نعمل ايه؟ ناخد بركتها ونفرح. امال لما تبقى قاعد معاه هو شخصيا، مسكن الله مع الناس، مسكن الله مع الناس، في عزاء كامل هناك، عزاء كامل، مش ممكن حد هيكشر حتى، ولا حد هيبكي، ولا حد يبوز، ولا حد يتقمص، ما فيش الكلام ده. الأمور الأولى إيه؟ مضت، ما فيش الحاجات دي. الحاجات دي كلها هنا على الأرض، لأن إحنا أولا على الأرض اللي هي مليانة، العالم كله وضع في الشرير، نمرة واحد. نمرة اتنين، الجسد ده هو ممكن يعمل الحاجات دي، هو اللي يتقمص، هو اللي يزعل، هو اللي يخاصم، هو اللي يتضايق، هو اللي يبكي، لكن فوق لا، لأن احنا هناك في الروح، احنا خلعنا الجسد واتدفن في التراب، احنا هناك بالروح، والروح ده هي نفخته فينا عشان خاطر نقدر نعيش. الأمور الأولى قد مضت، الكل في حالة فرح، الكل في حالة بهجة، كل في عالم جديد، ما فيش أبدا شرور ولا أخطار ولا فناء ولا أي حاجة من اللي بتسبب الدموع. الله يمسح الدموع دمعة دمعة، والكل يصبح في الأبدية الجديدة، الكل فرحان ومبتهج وما فيش دموع. هنا في سؤال، في سؤال، هل الله هيترك دموعنا واحنا على الارض كده هو يسيبنا بدموعنا لغايه ما نروح له هناك في الابديه؟ ايه رايكم في السؤال ده؟ ممكن؟ مش ممكن. طب هي محبه ربنا قاصره على زمان معين ولا عدد من السنين معين؟ ابدا، ده محبه ابديه، حبنا محبه ابديه، ومنذ الازل حبنا برضو، ورتب موضوع خلاصنا من قبل ما نتخلق، قبل ما نتخلق، لأنه بعلم الله عارف. عشان كده دموعنا غالية عليه جدا، مش ممكن يهملها لو احنا على الأرض ولا ما نروح له في السماء، مش ممكن. موضوع دموعنا موضوع يهمه جدا جدا جدا، لا يتركها ولا يهملها، لكن باستمرار يحفظها باهتمام شديد جدا. داود النبي أحبائي اختبر الحكاية دي، اختبر موضوع غلاوة دموعه عند ربنا، وإزاي ربنا بيهتم جدا جدا بالدموع وليها مكان يحفظها فيه. يقول آية عجيبة جدا، خلوا بالكم معايا الآية دي، بيقول إيه؟
اجعل أنت دموعي في زقك أما هي في سفرك. عايز تفسير شوية دي. اجعل أنت، ده داود بيكلم ربنا بيقول له إيه؟ اجعل أنت دموعي في زقك. إيه الزق ده؟ عارفين الأزايز النص ده هو يعرف الأزايز الصغيرة، ده الأزايز الصغيرة بتاع البرفانات اللي فيها البرفانات الغالية قوي اللي أنا معرفش طبعا لا ريحتها ولا اسمها ولا تمنها ولا حاجة أبدا، لكن بسمع كده إن في برفانات بتحط أزايز صغيرة كده. الزق هو كده قنينة صغيرة كده، حتى كانوا بعض الملوك يسموها قنينة الدموع، قنينة الدموع. فكان زمان لما يكون ملك مثلا ملك عظيم كده وبعدين في مناسبة عنده تخليه يعيط، فما عيطش يمسح كده دموعه في منديل ولا تشوي، لا لا لا، يجيبوا له حاجة اسمها قنينة الدموع أو الزق ده، هو إزازة صغيرة كده هو ينزل فيها دمعتين من العين التانية ينزل دمعتين وكده يبقى جلالة الملك عيط. فبيقول له داود بيقول له خلي دموعي محفوظة عندك في القنينة دي يا رب. هو عارف داود طبعا قلب ربنا وعارف ان الدموع دي غاليه جدا عند ربنا، فبيقول له خلي الدموع دي في قنينه عندك في القاروره الصغيره دي في الازازه الصغيره دي عندك. اما هي في سفرك، السفر اللي هو ايه؟ كتاب. يعني كل الدموع دي دمعه دمعه مكتوبه في كتاب عند ربنا. صدقوا بقى في سفرك، يعني ايه سفرك؟ مكتوبه عندك يا رب، مش بس في القنينة، مش بس في الزق، مش بس في الإزازة، أمال إيه؟ ده مكتوب أيضا دمعة دمعة، كأنه ربنا بيستلمها على سركي. استلمت من فلانة كذا دمعة ومن فلان كذا دمعة وكتبهم في السركي. هذه 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 غلاوة دموعنا عند ربنا. عشان كده هو بيمسح كل دمعة من غلاوة دموعنا أحبائي عند ربنا. وإزاي دموعنا بتحرك حنان ربنا ويسرع إلى استجابتنا؟ يقول كده العروس النشيد آية حلوة خالص أكيد كلنا حافظينها، حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. إيه حكاية عينيك دي؟ يعني حلوة مثلا؟ لا مش حكاية حلوة أبدا، العينين اللي هي الدموع، دموعك أيتها العروس غلبتني، دموعك بتخليني يمكن أخفف الموضوع شوية، يمكن أرفع الألم شوية، يمكن أخفف الأحزان شوية، يمكن أفرحك شوية، يمكن أطبطب عليك شوية، يمكن يمكن يمكن. وكل ما عينيك بتدمع أنا مغلوب من عينيك. ربنا يتغلب، الحاجة الوحيدة تغلب ربنا دموعنا، الحاجة الوحيدة، ما تغلبش من حاجة أبدا. ممكن جدا واحد خاطي ويدمع قدام ربنا، فربنا من أجل دموعه يقول له معلش يا حبيبي مغفور لك خطاياك، هسامحك، هغفر لك. هو ده غلاوة الدموع عند ربنا. حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. دموع الإنسان تأثر جدا في قلب ربنا، يستجيب بسرعة للصلوات اللي مليانة دموع. العينين المرفوعة للسماء يستجيب لها ربنا. هل لما بنصلي عندنا مرفوعة للسماء كده ولا مفتح عيني وعمال ابص شمال ويمين في القداس، ببص شمال ويمين وفي الصلاة في البيت شمال ويمين، هل عيني مرفوعة للسماء كده؟ صدقوني لو الواحد كده صلى بتركيز شوية في الكلام اللي بيقوله ويركز شوية في صفات ربنا في أعمال ربنا معاه، هتنزل دموع من نفسها. في ناس كتيرة جدا تشتري يا مش عارف أصلي، مش عارف أعيط في الصلاة، مش شرط، المهم القلب. القلب لما يتملي بمحبة ربنا، القلب لما يتعصر كده بمحبة ربنا، والقلب اللي يسكن فيه ربنا كده بغنى والإنسان يستجيب لهذا السكن، مش ممكن أمر ربنا يرفض هذا القلب ولا هذه الدموع أبدا. العينين المرفوعة للسماء والقلوب المتواضعة مهمة خالص أحبائي. الله من محبته لينا أحبائي واستجبته لصوت الدموع زي ما أعطانا كده وعد بالأبدية أنه هيمسح كل دمعة من عيوننا، أعطانا أيضا عربون لمسح دموعنا وإحنا على الأرض. وده يجاوب السؤال إحنا سألناه من شوية، هل هنفضل كده بدموعنا لغاية ما نروح فوق ويبتدي يمسح دموعنا فوق؟ لا، بيمسح دموعنا وإحنا على الأرض.
هتشوفوا دلوقتي بعض المواقف من الكتاب المقدس، وكل واحد وكل واحدة فينا اختبر ان الله مسح دموعنا في موقف من المواقف او مواقف كتيرة جدا 100%. تعال نشوف كده بعض انواع الدموع اللي ممكن نختبرها ونعيشها ومازلنا في الجسد واحنا لسه مازلنا في هذا العالم، والله مسحها والله بيقبلها والله بيستجيب ليها. اول نوع من الدموع ده احبائي هي دموع الصلاة. دموع الصلاة، جرب كده تصلي كده بعمق وبتركيز شوية، حاول ما فكرك ما يتشتتش، وكل ما تشتت فكرك قول كده حتة من لحن أو حتة من مردات الشماس في القداس أو مزمور بتحبه أو حتة من مزمور 50. كل الحاجات دي تساعد الإنسان يحصر فكره ويقدر يصلي كده بعمق ويصلي كده بتأثر. نتيجة الصلاة من العمق والتأثر ده هو هتلاقي ان دموعك نزلت طبيعي لو انت مركز فعلا. لكن المخ شغال الشغل فيه ايه والعيال عملوا ايه وهنعمل ايه والسقف بيخر والدنيا مش عارف ايه ومعرفش ايه وايه، طب هتيجي دموع منين؟ مشغولين بالارض، مشغولين بالارضيات، مشغولين بالعالميات. لا، ركز ركز في الصلاة هتلاقي دموعك نزلت لوحدها صدقني. حس كده انك انت واقف قدام الله كلي القداسة، انا رب واقف اكلمك، ده انت رب الملائكة ما يقدروش يقربوا ناحيتك، ده انت رب بيغطوا وجوههم ويغطوا رجليهم وهم واقفين حواليك، انا رب واقف قدامك. ده في واحد من القديسين يتأمل كده ويقول لما الانسان بيصلي الله بيسكت الشرفين والصرفين اللي بيسبحوا حواليه، يبطل تسبيحه هو عشان يسمعني انا، انا رب. تخيل بقى لما انت وانت بتصلي بتشعر بهذا الاحساس، انت رب مسكت الشرفين والصرفين والتسابيح اللي حواليك دي كلها عشان تسمعني انا. وانت بتصلي كده وتركز هتنزل دموعك كلها، صدقني هتنزل دموعك، صدقوني هتنزل دموعكم. ونشوف كده نشوف حكايه القنانين دي نجهزها لكم عشان تنزلوا فيها دموعكم، انها غاليه على ربنا خالص، غاليه على ربنا خالص خالص. يا ريت نجرب الحكايه دي. بصوا كده يا احبائي، العشار اللي وقف قدام ربنا وما قدرش يرفع عينيه لفوق، كل اللي عمله قرع صدره كده وقال له ايه؟ قال له ارحمني يا رب فانا الخاطي. ما صلاش كتير، الراجل الفريسي اتكلم كلام كتير قوي، بس ربنا ما التفتش الكلام بتاع الفريس ده، التفت لمين؟ العشار اللي وقف كده بتركيز واللي وقف بانسحاق ولا بتضع قلب والرفع مش قادر يرفع عينيه لفوق، مش قادر، قرع صدره وقال له ارحمني انا الخاطي. يقول الكتاب كده بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني انا الخاطي. مسح له دموعه. مسح دموعه ازاي؟ لما ارسله الى بيته مبررا. مش ده مسح دموع؟ مش ده قبل دموعه؟ مش ده قبل دموع؟ يبقى ربنا بيقبل دموعنا على الارض ولا لا؟ بيمسح دموعنا على الارض ولا لا؟ بيمسح دموعنا على الارض. عربون لمسح الدموع اللي فوق في السماء. داود النبي كان يصلي في مزموري كده يقول له انصت يا رب الى دموعي، انصت يا رب الى دموعي. طب هي الدموع ليها صوت؟ لا، الدموع ليها لغه، لكن ربنا يفهم اللغه دي. دموع الصلاة ربنا بس هو اللي يفهمها. ممكن لو حد مثلا تصادف كده وشافني وانا بصلي دمعت ما يفهمش معنى دموعي، لكن الوحيد اللي يفهم معنى دموعي هو مين؟ هو ربنا. يقول اه فعلا الدموع دي دموع حقيقية، مش دموع تمسيح لما مؤاخذة سامحوني في الكلمة، لكن دموع حقيقية. هو الوحيد اللي يميز، عارف، عشان كده يقول لها ايه؟ حولي عني عينيكي. كويس؟ عشان كده قال له كده انصت يا رب الى دموعي. اكيد الدموع دي ليها لغه ويستجيب ليها ربنا. فاكرين دموع القديسه مونيكا؟ مين القديسه مونيكا؟ ام مين؟ قديس اغسطينوس. قعدت تبكي عليه 20-30 سنه، تبكي من اجله، بس تقف تصلي من اجل ابنها يرجع لربنا ويعرف ربنا، وفي الآخر إيه؟ استجاب ربنا.
ربنا فهم الدموع، ولقد القديس بسيروس قالها ايه؟ لا يمكن ان يهلك ابن هذه الدموع، مش ممكن. ربنا مسح لها دموعها بانه رجع قسطينوس الى طريق ربنا ومشي في طريق ربنا واصبح اسقف، اصبح اسقف. داود النبي من النوع ده، هو احبائي اللي كان ليه هذه الدموع، دموع الصلاه دي اللي احنا اتكلمنا، دموع نوع تاني من الدموع، دموع التوبه. يفرح قوي ربنا بدموع التوبه، يفرح قوي بيها، يمسحها الله ويستجيب ليها بسرعه جدا ويغفر ويسامح. المراه الخاطئه عملت ايه؟ المراه الخاطئه احبائي فاكرين؟ هنقولها، هنقراها من زي ما اتكتب في الكتاب المقدس بالظبط. ابتدأت تبل قدميه بالدموع، ابتدت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها. المسيح مسح دموعها ولا لا؟ مسح دموعها. امتى؟ لما لا إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. ده مسح دموع. يبقى إذا فهم الدموع وفهم نوع الدموع وعمق الدموع وصدق الدموع، ولا اذهبي بسلام، إيمانك قد خلصك، خلاص. الخطايا اللي البلد كلها عارفاها عنك أنا سامحتك فيها، أنا نسيتها، أنا مسحتها، دموعك فهمتها، دموعك فهمتها. مسح دموعها لما مسحت بلد قدميه بدموعها. داود النبي أيضا في توبته، احنا عارفين داود النبي ليه أخطاء كتيرة وليه أخطاء معينة، مش هنتكلم عن أخطائه طبعا، لكن في توبته صرخ في دموع وقال إيه؟ تعبت في تنهدي، أعوم في كل ليلة سريري بدموعي. وكتب مزمور التوبة. إيه هو مزمور التوبة؟ ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. ده مزمور توبة، وأكيد أنا متأكد إن كان في دموع كتيرة جدا وبيكتب المزمور ده. هو مسح له دموعه لما سمع من نسان النبي، لما ربنا يسوع ربنا بعت كده نسان النبي برسالة حل وغفران. قال له ايه نسان بعد خطيط مع بس شبع؟ عارفين الحكاية دي ونحكيها؟ مش عايزين نحكي الحكاية دي، احنا عارفينها كلنا. نسان النبي راح له وقال له حكاية كده، حدوتة كده، في الاخر قال له ايه؟ الرب ايضا نقل عنك خطيتك لا تموت. هنا مسح بدموعه، هي دي مسح الدموع، إن أنا أسمع كلمة الغفران، أسمع الحل. إحنا نروح نعترف وأبونا حط الصليب على رأسه وقال كلمتين وصلى ومشيت، لا في دموع ولا حسيت إيه اللي حصل ولا فهمت إيه اللي حصل ولا حاجة أبدا. عادة بعملها كل مرة، لكن داود حس إن دموعه اتمسحت لأنه سمع، قالوا نبي الله مخصوص، قالوا نسان النبي مخصوص عشان يقول له الرسالة دي. الرب أيضا نقل عنك خطيتك. أروع وقت وأحلى وقت اللي أسمع فيه إن ربنا نقل عني خطيتي، إن ربنا غفر لي، إن ربنا سامحني. هو ده، هو ده مسح دموعه. أيضا لما ربنا قال عنه أحسن شهادة قالت عن إنسان، أصل داود غالي قوي على ربنا أحبائي، ودموعه غالية أيضا. لما قال عنه وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي، دي كانت مسح تاني لدموعه. ربنا يشهد عني كده، ربنا يقول عني كده، ربنا يتكلم عني كده، رجل حسب قلب الله، انا ما استاهلهاش دي يا رب. اكيد اكيد. بطرس الرسول انكر المسيح وصاح اديك، وطبعا السيد المسيح قال له قبل كده، قبل ما يصيح اديك مرتين هتنكرني ايه؟ ثلاث مرات، مظبوط؟ صاح اديك وبص له السيد المسيح كده بصه صغيره كده، كانت النتيجه ايه؟ خرج الى خارج وبكى بكاء مرا. طب سبته ربي في الدموع دي؟ لا 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 لا، هسيبه في الدموع دي ازاي؟ مسح دموعه. امتى؟ لما قال له ارعى خرافي، ارعى غنمي، رجع رسوليته تاني بعد ما أنكر، بعد ما أنكر
وخرج وبكى بكاء مرا دموعك بطرس غالي علي. أنا سمعتك وترجع لرسوليتك تاني، ترجع لخدمتك تاني، ارعى خرافي. والهر ثلاث مرات. نوع تاني من الدموع حبالي يمسح ربنا ويدهنك عربون لمسح الدموع في السماء، دموع التأثر من أجل الآخرين. كم مرة حد عيط من أجل واحد صاحبه ولا واحد قريبه ولا واحد يعرفه كده في ضيقة أو في شدة أو في محنة؟ كم واحد؟ صدقوني بقابل ناس كتيرة جدا من هذا النوع، يقول لي فلان ما دريتش يا ابونا، يا حبيبي فلان بيا كذا كذا، عمل كذا كذا، حصل له كذا وكذا، ويعيط. الله، طب ده فلان ده له قريبه كله من العيله ولا حاجه؟ معلش، التأثر من اجل الاخرين، التأثر من اجل الاخرين. صمويل النبي قال له ربنا امسح ملك لاسرائيل، قال له حاضر يا رب. وبعدين مسح شاول ملكا، وبعدين شاول لخبط في الطريق، وبعدين صمويل برضو اتعلم من ربنا طولة البال، مطول باله، لكن ربنا شايف القلب مش مستعد للرجوع إليه. فقال إيه ربنا لصمويل؟ قال له حتى متى تنوح على شاول؟ تنوح يعني إيه؟ تبكي دموع لغاية إمتى؟ حتى متى تبكي على شاول أو تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟ طيب يا ربي، ده يعني ده صمويل بيعيط بينوح، مسح دموعه إمتى؟ لما أرشده مين اللي هيخلف شاول، لما بعته لبيت يسر بيت لحمي عشان خاطر يختار مين؟ داود. مش دي مسح الدموع؟ مسح له دموع، كان بينوح لكن ربنا أرشده مين اللي هو ينفع بعد شاول. بولس الرسول بكى على دماس، بكى على دماس اللي سابه وأحب العالم، وشاف أيضا كتير من الناس تركوا الطريق، الطريق يعني طريق المسيح. في سفر أعمال الرسل كلمة الطريق دي بتتكرر، الطريق يعني طريق المسيح، وتركوا الطريق وسابوا بولس الرسول ومشوا بعيد عنه. يقول عنهم كده: كثيرين من الذين كنت أذكرهم لكم مرارا الآن أذكرهم لكم باكيا. باكيا يعني في إيه؟ في دموع، باكيا بعيط من أجلهم. طب ربنا ساب دموع بولس الرسول؟ كان بيمسح دموع بولس الرسول في كل مرة يبشر في حتة، آلاف من الناس تنضم للكنيسة، آلاف من الناس يخلصوا، آلاف من الناس يتعمدوا، آلاف من الناس يتوبوا. ودي كانت مسح دموع لبولس الرسول. نوع تاني من الدموع اللي بيمسح لنا ربنا وإحنا لسه على الأرض، دموع الفراق. ودي أيضا دموع يمسحها الله، زي دموع مريم ومارسة، أخوات مين؟ أخوات العازر. أخوهم كان مريض وربنا اختاره وبكوا، والسيد المسيح مسح لهم دموعهم. إمتى؟ ساعة لما صرخ وقال بصوت عظيم: لعازر هلم خارجا. استقبلوه بدموع، لكن وقال لهم ده أخوكم هيقوم، احنا عارفين يا رب إنه هيقوم بس في اليوم الأخير. قال لهم لا لا لا، أنا هو القيامة، أنا هو القيامة، أنا هو القيامة. فعشان كده مسح لهم دموعهم لما صرخ بصوت عظيم: لعازر هلم خارجا. مسح دموعهم. أرملة اتنين كانت بتبكي من أجل وحدها، طبعا 100% كانت بتبكي. وبعدين تحنن عليها، يقول الكتاب كده: تحنن عليها وقال لها: لا تبكي، لا تبكي. كانت بتبكي، بتبكي يعني في إيه؟ في دموع. قال لا لا ما تبكيش. وعمل إيه؟ لمس النعش فجلس الميت. الأول لها إيه؟ لا تبكي. وبعدين العمل جاي اهو، تجفيف الدموع جاي اهو، مسح الدموع جاي اهو، لمس النعش، والشاب يقوم وينزل من النعش ويمشي ويتحرك ويرجع للحياة مرة تانية. مريم المجدلية مسح دموعها ولا لا؟ ده مسح دموعها في يوم مهم جدا في تاريخ البشرية كلها، يوم عيد القيامة، يوم القيامة
يوم السيد المسيح مقام من الأموات، راحت مريم الصبح بدري وما لقيتش المسيح جوه القبر، وافتكر ان حد سرقه، وفضلت واقفه عند القبر، يقول كده هو واقفه عند القبر خارجا تبكي. وبعدين بصت وراها لقيت السيد المسيح، افتكرته الجنيني البستاني. لما نداها لها يا مريم، عرفت صوته، يا مريم، وقالت له ايه؟ ربوني يا ربي يا معلمي. مسح دموعها في الوقت، ما سابهاش ابدا، مسح دموعها بصوته، مسح دموعها لما سمعت صوته. النسوة اللي كانوا يتبعوه لغاية الصليب كانوا بيبكوا عليه ولا لا؟ ده كانوا بيبكوا، يعملوا حاجة تانية، كانوا بيلطموا. الكتاب يقول يكن يلطمنا، وانا عارفين الستة ده من تلطم وتعيط الاتنين مع بعض. لا ده ستات بتوع زمان، لا انتوا، لا انتوا حاجة تانية خالص، انتوا يقول الكتاب عنهم كده كنا يلطمنا ايضا وينحن عليه. ينحن يعني ينح يعني ايه؟ بيبكوا، ينحن عليه. طب عمل ايه السيد المسيح؟ التفت اليهم وقال لهم ايه؟ يا بنات اورشليم لا تبكين علي. يا رب انت في ايه ولا في ايه؟ ده دمك سايح وعمال تقع تحت الصليب وثقل الصليب وكل شوك على راسك وريقك ناشف ما فيش نقطه ميه وظهرك عمال ينزف من الجلد، كل ده هو بتدور على حد غيرك بيبكي؟ ايوه طبعا، دموع الانسان غاليه عندي جدا، غاليه جدا. لا تبكين علي. حتى في عز الامه يمسح الدموع، في عز الامه تهمه دموع الانسان خالص خالص. مسح دموع ييروس الاول، مين؟ بنته، اول بنته. المسيح احبائي عارف جدا آلام الدموع، يعرف آلام الدموع كويس قوي. ليه؟ لأنه هو أخذ بشريتنا وأشبهنا في كل شيء ما عدا الخطية واحدة. عارف يعني إيه بكاء، عارف يعني إيه بكاء، يعني إيه دموع، وعارف يعني إيه الدموع لما تنزل ليها ألم، يعني ألم مش على الخد صحيح، لكن ألم جوه، ألم كبير قوي وشديد خالص، لأنه جرب حياتنا وعاش في ناسوت كامل فيما عدا الخطية واحدة. يقول كده هو بولس الرسول، فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. الدموع دي هو فهمها كويس لأنه عاشها، عاش في الجسد، جرب إنسانيتنا تماما تماما تماما. ويقول كده أشعياء، في كل ضيقهم تضايق. وتفتكر أنه واحد بيدمع ربنا بيبقى فرحان فيه ولا قاعد ساكت كده مثلا؟ ما بيعملش أبدا. كل واحد من أولاده بيتضايق هو بيتضايق معاه، كل واحد من أولاده بيدمع هو بيدمع معاه، فاهم معنى الدموع دي كلها. في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته إيه؟ خلصهم، خلصهم. في مكان يسوع متألم وهو في الجسد، فاهم ألمنا شكلها إيه، فاهم دموعنا شكلها إيه. يقول كده سمعت صلاتك وقد رأيت دموعك، ها أنا أشفيك. يا ريت الكلمة دي كل واحد يتعب شوية كده يفتكرها الآية دي. قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا إيه؟ أشفيك. أوعى حد ييأس من المرض مهما كان المرض، أوعى، ده وعد من ربنا، ده وعده، ده ممكن تعمل عليه قصة جديدة وعظة جديدة خالص. قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا أشفيك. دموعك غلبتني، أنا سمحت صحيح بتجربة مرض، لكن همسح لك دموعك. مش بس همسح لك دموعك، ده أنا هشفيك كمان. رب تخلص، ما تزهقوش، معلش اصبروا، ربنا شايف دموعكم، أنا عارف، متأكد. يمسح الله كل دمعة من عيونهم، هيدي التعزية الكاملة يا أحبائي. كل دمعة، كل دمعة، ما سيبش حاجة، يدقق توه كويس قوي. المنديل يمكن ما يمسحش كل الدموع، التشو يمكن ما يمسحش كل الدموع، لكن إيد ربنا تمسح كل دمعة، كل دمعة. تعزية كاملة من الألام والأوجاع
الإنسان يدقها في هذه الأرض. الإنسان في غربة وفي غربة الحياة ممكن يقابل مواقف كتيرة جدا تخليه يدمع شوية، لكن لمسات الله الحنون يمسح كل دمعة من عينينا. وتقول الآية النهاردة لا يكون حزن، ما فيش حزن من أجل أي خسارة. ياريت ناخد التدريب ده، لما تحصل أي خسارة، تضيع منك فلوس، تضيع منك أي حاجة، تخسر موقف معين، أو هتزعل أبدا، لأن هناك ما فيش حزن. طوبى الحزن لأنه يتعزون. هتعزم فين؟ هناك. هناك ممكن نتألم هنا شوية، نحزن هنا شوية، لكن الشوية اللي هنا دول شوية قد كده بالمقارنة الأبدية التي لا تقاس. الأبدية ده على طول، هتعيش في فرح على طول، ودي تعزيك، ودي في حد ذاتها مسح لدموعك مهما كانت دموعك، مهما كانت دموعك. ما فيش حزن من أجل أي خسارة مادية ولا فراق أحباء ولا حاجة. ما فيش صراخ من أجل اضطهاد ولا تعذيب. وإحنا طول عمرنا من ساعة ما ربنا يسوع المسيح أسس كنيسته على الأرض وإحنا في اضطهاد وفي تعذيب بشكل أو بآخر، مظبوط ولا؟ في أي بلد بنروح هنا في اضطهاد؟ في اضطهاد هنا ولا مفيش؟ في مصر، في المريخ أكيد في برضه، أكيد في، لأنه ولاد ربنا أكيد يعني كل تابعيه بيخضعوا لهذا التعذيب وهذا الاضطهاد وهذا الظلم. يبقى مفيش حزن من أجل الخسائر، مفيش صراخ من أجل اضطهاد ولا تعذيب ولا ظلم، مفيش وجع، لأن الوجع بيجي من أمراض الجسد. إحنا هناك مش إحنا خلعنا جسد وسبناه على الأرض، مش هناخده معانا. الجسد كل شوية يضعف، كل شوية يعيا، وروح للدكتور وبرشام وأنتيبيوتيك ومش عارف إيه والكلام ده كله، أنتوا عارفينه وأنا عارفه برضو زيكم بالظبط. فهنروح هناك مفيش الكلام ده، لأن إحنا مش في الجسد، إحنا في الروح، والروح دي ما بتعياش، والروح دي لا تشيخ، ما تعجزش، ما تضعفش. مش عايزة فيتامين بي 12 ولا عايزة مش عارف مغنيسيوم ولا عايزة مش عارف إيه، لا مش عايزة حاجة، مش عايزة حاجة أبدا. يبقى إذن مفيش أبدا وجع من أمراض الجسد ولا النفس. يقول لك الأمور الأولى مضت، الأولى اللي هي هي اللي عشناها على الأرض، هي دي الأولى. الأمور الأولى اللي إحنا عشناها على الأرض مش نطلع بيه فوق تاني، وإلا إيه فايدة السماء؟ لو طلعنا السماء لقينا اللي هنا زي اللي فوق، يبقى ما عملناش حاجة. لكن عايزين هنا يبقى زي اللي في السماء، اللي هنا. عشان كده بقول في البنرز إيه، كما في السماء كذلك الأرض. اللي في السماء عايزينه يبقى على الأرض هنا يا رب، مش العكس. مش ناخد اللي في الأرض نطلع بيه في السماء، لا لا لا، احنا عايزين اللي في الأرض يبقى زي اللي في السماء. السماء زي الساعة، الملائكة بتسبح وهناك في فرح، مفيش حزن، مفيش ألام، مفيش صراخ، مفيش موت، مفيش الحاجات دي كلها، مفيش. كل حاجة هناك مبهجة ومفرحة. ليه؟ لأن اللي بيخلينا نحزن ونبكي ونعيط ونصرخ الموت، وما فيش موت فيما بعد. هناك ما فيش موت، لأن انتهى خلاص. في الأبدية ينتهي الموت اللي هو غلب الإنسان وغلب الجنس البشري، والجنس البشري ما قدرش يغلب المشكلة دي أبدا، لأنه ده حكم ربنا، محدش في العالم قدر يهزمه. كل شيء في السماء أحبائي مبهج ومفرح، مبهج ومفرح. ما أسعدنا أحبائي إن احنا نكون ساكنين السكن الدائم مع الله، يعزينا يفرحنا. ولو عشنا معاه هنا على الأرض كويس، نضمن نحن نعيش معاه فوق. لكن لو عشنا على الأرض إن هو بنفكر مرة قدامه مرة ورا، مرة كويس ومرة سخن ومرة بارد ومرة فاتر ومرة مش عارف إيه، مش مضمونة دي قوي. عايز تضمن عيش مع ربنا كويس على الأرض، عشان تضمن هذا النوع من مسح الدموع وهذا النوع من الحياة. وجود ربنا حلوة خالص وأمينة. ربنا مش بس يمسح دموعنا أحبائي، لكن أيضا يمسح من فكرنا ومن ذاكرتنا كل ألم وكل ضيق وكل مرض وكل وجع.
كل اللي عشناه على الأرض من ألام مش هنفتكرها فوق. ديمنشيا من نوع تاني فوق. في ديمنشيا بس من نوع تاني. تنسيك كل ألامك اللي على الأرض. مش هتطلع فوق تقول له فاكر يا رب لما أنت سمحت إن أنا أجي للمرض الفلاني، فاكر يا رب لما جاتني مشكلة. لا لا، كل ده هيتمسح. مفيش. مع مسح الدموع في مسح للذكريات الوحشة المؤلمة اللي احنا عشناها على الأرض. حتى الجسد اللي هنقوم به أيضا جسد سليم، جسد كامل، جسد مضيء منير بيلمع خفيف زي الجسد بالضبط اللي هو قام به من الأموات. هيعوضنا ربنا أحبائي عن كل تعب. كل تعب تعبناه، مفيش حد ما تعبش. يقول لك تعال يا حبيب، ما أنا وعدنا كده، هو تعالوا لا يا جميع المتعبين والثقلين لا يحملنا الروح. التعب ده هو يعوضه فوق. لا يا حبيب، انت تعبت كتير، تعال بس تريح خلاص، وقت الراحة جه. تعال، هيعوضنا عن كل تعب، هيعوضنا عن كل ألم استحملناه. عشان كده الإنسان اللي يحتمل الألم بشكر وبصبر وبقبول كده هو من ربنا، هيلاقي فوق الإكليل بتاعه مليان المزاد كتير أوي أوي أوي. كل واحد ليه إكليل على فكرة، بس في إكليل يفرق. في إكليل في حتة المزة واحدة كده ما احتملش كتير ده، لكن اللي احتمل كتير فيه أكثر من المزة، 2-3-10-20-100 ما عرفش. في عشان كده ياريت وإحنا قاعدين هو في الأرض حباي وعايشين في الأرض نحتمل كل ضيقة، نحتمل كل ألم، نحتمل كل مرض، بس بشكر. ساعات تسأل فلان ازيك يا فلان، عيشة. ده برضو بيعتبر نفسه ما بيستحمل، لكن في فرق بين عيشة لكن أشكر ربنا الحمد لله، ده ربنا دايما يستر معايا، ده ربنا دايما شايلني، ربنا دايما بيحدد معايا حاجات كتير. هو ده الأسلوب. شاكر، تشكر ربنا، تشكر ربنا كتير خالص. لكن عيشة وخلاص، يبقى أنت برضو في نوع من إيه، من التذمر. مش عايزين التذمر ده. هنختم ببعض أقوال داود النبي اللي قالها وسجلها لنا بروح النبوة عن إزاي الله بيمسح كل دمعة من دموعنا. أقولها لكم بالمزامير والشواهد بتاعتها. يقول كده هو في مزمور 116:8، يقول كده: أنقذت نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلق. أقولها تاني: أنقذت نفسي. ده فعل ماضي، يعني فعلا ربنا أنقذ نفسي. داود أنقذت نفسي من الموت. الموت ده طبعا موت الخطية، لأن الخطية هي انفصال الإنسان عن ربنا، وربنا هو الحياة، هو الحياة بتاعنا، هو حياتنا. عشان كده الإنسان اللي هو بينفصل عن ربنا بالخطية يبقى مات موت أدبي وموت روحي. فداود بيقول أنقذت نفسي من الموت وعيني من الدموع. يعني عمل إيه في الدموع؟ ربنا مسح حاله. ده لما تاب. وبعدين في مزمور تاني، مزمور 30:11، يقولك حولت نوحي، يعني ايه؟ بكاء، دموع. حولت نوحي الى فرح لي، مزقت مسح. المسح اللي هو الانسان لما يكون بيتوب، زي داود لما كتاب قعد على الارض ولبس مسوح في توبته. فيقول كده: مزقت مسحي ومنطقتني سرورا لكي لا يحزن قلبي. ربنا ما يهونش عين واحد حزين، لا. وبعدين مزمور 115 قلنا: الرب أحسن إلي. الرب إيه؟ أحسن إلي. أنقذ نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلق. طبعا عمل ده كله بالتوبة، الإنقاذ ده كله عشان داود تاب. ربنا دينا أحبائي إن احنا نفهم معنى الدموع الحقيقية ونعيش كده هذا الرجاء، إن ربنا بيمسح معانا، بيمسح من عينينا كل دموع احنا على الأرض، ويمسح دموعنا في السماء. لنا كل مجد وكرامة إلى أبد. آمين.